الحمد لله للامتحان، يعني اول يوم احنا بعتبره نجاح لنا جميعا ولمصر كلها، ان ابنائنا يخرجوا من الامتحان وهو بكل طالب بيجد نفسه وبيلاقي في الامتحان يعني ما يرضيه، ولان الامتحان في النهايه احنا بنقول بيراعي الفروق الفرديه والمستويات المعرفيه المختلفه. فالحمد لله اليوم ما فيش مشكله في الصياغه، ما فيش تعقيدات، الاسئله واضحه من نفس الطريقه اللي تم تدريب الطلاب عليها في النماذج المحمله على موقع الوزاره.